حملك احلي رباني جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الالماس ان شاء الله يلبقلي حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله وانا لعنده رايحة 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 يا ابو احمد. انا من امبارح لليوم وانا عم افكر بهالموضوع. اول شيء لازم نستر على البنت. نستر عليها؟ شو قصدك زعيم؟ يعني نقتلها؟ لا، هي ما اذنبت حتى نقتلها. لك شو قصدك زعيم؟ شو بدنا نستر عليها؟ اذا في طريقه ثانيه بوس ايدك. في طريقه ثانيه. شو هي زعيم؟ أنا رح أستر عليها. بأمرك، بس شلون؟ رح أخلي واحد من أولادي يتجوزها ويطلقها. واحد من أولادك يتجوزها؟ إيه نعم، يتجوزها على سنة الله ورسوله. كتر الله ألف خيرك. كتر خير الله اللي أعطانا مال أولاد نجير هالناس فيهم. شو معناته هذا الكلام؟ شو معناته زعيم؟ معناته من بكرة الصبح بتفز على شغلك وكأنه ما صار شيء. فز على شغلي؟ وكأنه ما صار شيء. بأمرك زعيم، من بكرة الصبح بفز على شغلي. وهذا الكلام حتى لمرتك ما بتقوله. أمرك زعيم، بس دخيلك قلي شو رح تعمل بعدين؟ خلينا هلأ بجوازة البنت وبعدين لكل حادث حديث. إزاز مكسر يا ضامي. مرحبا أبو أحمد. أهلين وسهلين ومرحبتين. لك وين هالغيبة مبارية؟ صدقني كنت مرضان شوي. خير إن شاء الله، ربي يقويك معافى. الله يعافيك. أنا ما بكيت لكن هم اللي بكوني، وأنا ما شكيت لكن هم اللي شكوني. تقبريني يا أم ظاهر، بدي أطلب منك شغلة ومسحية منك. يا شو هالحكي يا أم نبي، تفضلي احكي وأنا جاهزة. لك الله يزيد فضلك.
عندي هالولد ياسين عفريت مطلع روحي، فكري حطه عند هالأفندي أبو ظاهر، منه بينضب ومنه بيتعلم صنعة، شو رأيك؟ إيش هو المانع؟ والله أنتي مفضلي علينا كلياتنا، ويعلم الله أنه منتمنى لك كل خير. بس إن شاء الله يقبلوا الأفندي أبو ظاهر. إن شاء الله بيقبلوا، وأنا من عندي رح أعمل كل جهدي. تكرمي يا أم نبيل. الله يحفظك إلهي، وأنا والله صارت الشغلة لضل أدعي لك طول عمري. وأنا كمان بحكي مع محمود الحاكي مو على عيني. كتر خيرك، كتر ألف خيركم. الله يسلمك. أنت شو اسمك يا ولد؟ ياسين عمو. بدك تتعلم المصلحة؟ إيه عمو. بس هالمصلحة إلى شروطها. مثل ما بدك عمو. أول شيء هي بلا عمو 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 عمو، من هلا ورايح تنتهلي معلمي، فهمان؟ أمرك معلمي. وتاني شيء إذا بتقعد عندي ما بيصير تغيب ولا دقيقة، طول النهار بدك تضل بالدكان. حاضر معلمي. بعدين إذا كنت عفريت أزعر، ما بيمشي حالك عنا، فهمان؟ فهمان معلمي. يلا لكان روح هلا على بيتكم، وبكرة الصبح بتجي وبتجيب زوادتك معك. السلام عليكم. مع السلامة. مين؟ أبو أحمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بدي اقول لها؟ اليوم اجوا نسوان من اهل زكرتي وشافوا خديجه. يا سرعه. شلون؟ لا ما في شيء، بس بدي اسالك شو قالوا لك عنها؟ عجبتهم؟ والله عجبتهم كثير. معقوله هالشغله؟ ليش مو معقوله؟ شبه خديجه مو مثل كل هالبنات؟ لكن انت بتعرف. بس ولا كلمة. هذا حظها اجى لعندك. حظها؟ ايه حظها. ابن زقرتي حظها؟ ايه حظها. شو فيها؟ مو هي عجبتهم؟ خلص معناتها منيحة. ايه والله منيحة كتير. الله يستر عليها ويوفقها يا رب. المهم هلا شو قالوا لي؟ وافقوا؟ قالوا عم يستنوا رأيك. طالما عم يستنوا رأيي الله يوفق. لا تؤاخذني، كنت لحظة الغيب. شو مختار؟ بدي اخذ رأيك بالموضوع. مر زعيم. يا انا بالخدمة يا سيدي. فكري زوزو لابني جمال. ها والله فكرة. حاجته بقى صار شاب مثل ما بيقولوا لزواج نص الدين. شو قولك؟ بنت مين ناخد له؟ اها والله يا زعيم انا بشوف انه كل بنات الحارة بيتمنوا، ومع ذلك خلي الحريم يدوروا. عم يدوروا؟ عال وين المشكلة؟ عجبتهم وحدة درويشة. درويشة؟ ايه منيحة الدرويشة، شبه الدرويشة، بس بنت مين دخلك؟ بنت واحد من الدرويش. ايوه فهمت عليك. وانت شو رأيك زعيم؟ يعني ما لازم يدوروا كمان ببيوت الأكابرية؟ معك حق، بس مدري شلون عجبتهم البنت. اجوا على كيفهم؟ الحكي لك زعيم، تصرف. المشكله
انه النسوان وصفوا له البنت قامت عجبته. هذا كلام بيمروا عليك زعيم بهالعمر هاد؟ كل البنات بيعجبوا الشباب، هذا لسه ولد. لا بالظاهر النسوان كمان عجبتهم كتير. دخلك بنت مين؟ بنت ابو احمد. انا ابو احمد فيون بياع البيض ما غيره. شلون ابو احمد بياع البيض؟ معلمي عم يلاوقني. شو هاد ولا عم تفسد عليه؟ لك بدك تتعلم الفساد ولا بدك تتعلم الفساد؟ خلص معلمي خلص توبه. انا اصحاب ذنبك ولا ذنبه؟ انا ولا ذنبه؟ والله ذنبي ايوه. عرفت بقى ليش ذنبك اصعب من ذنبه؟ إيه؟ هذا صغير، ها شو ما كان بيعمل. وانت لا ليش عم تلاوقه؟ ها ليش عم تلاوقه؟ ورا حركه اسبوع كامل بدك تضل على القعده من اول نهار لاخره. تمام. يا ريت يا ام حميد، يا ريت ابني يتعلم المصلحه ويطلع من الزي. حاكم هالمصلحه كلها نظافه وقطافه. مو بس هيك ام نبيل، مصلحه المنجد مزراب ذهب يا عليم الله. اذا بالسنه كلها ما بيعمل غير زهاز واحد بعيش العمر كله مغتني والله كافي. اي والله مزبوط، وبصيروا الكل بده الرضا، وين ما راح وين ما اجا بيقدروه وبيحترموه. معلوم منجد يو. بعدين بيني وبينك ابني ذكي كتير، قد ما قلت لك واكثر. وروح قلبه هالمصلحه يو بحبها كتير كتير. من وقت كان هالقد دايم الدوم بيقول لي يا امي انا بدي اطلع منجد، وانا بقول له الهي يا بني يوفقك ويكتب لك السعاده وتطلع منجد. تفضل سيدي. يسلموا هالايدين. ودياتك شايف هيك ما احلانا؟ ما عنا ولا مشكله. لك انت شو بيهمي نيالك؟ لا سيدي الله يخليك خلصنا. لك يا ريت. على كل حال انا عم افكر بطريقه ما حدا يعتب علي فيها. شو هي سيدي؟ بدي بيعه لهالبيت. ايه ليش لا؟ قال اذا بادرك جارك بالسوق فما عليك إلا بالرحيل. نعيمان. والله نعم عليك. نعيمان خال. نعم عليكم يا شباب. إيه ولا معوضين. نعيمان. السلام عليكم. مع السلامة. الله معك. إيه مرسيدي. إيه أخي ديبو. أنا عاوزك بكلمتين بيني وبينك. إيه على عيني. تركنا لحالنا شوية سيف. إيه. مش مو انا حلاق مثلي مثلك؟ لك الرجال بده يحكي شغله بيني وبينه. يحكي شو انا زبون؟ اطلع دقيقه هلا. والأرياضة فطرة والأرياضة فطرة والأرياضة فطرة وال تاخذوا قبل وبعد ما خلصتوا. مين قال لك تفوت؟ شو ضل قاعد برا لقدام المغرب؟ اخي تعمل مثل ما قلت لك. حاضر خاطره. مع السلامه اخي ديبو. كلمه بس. لا لا ما بحكي، اعوذ بالله. السلام عليكم. الله معك. مع السلامه. ما بحكي. شو بده هلا ديبو؟ شو القصة؟ بده يحلق. انت منين سمعت الخبرية يا ابو قاسم؟ والله الخبرية كبيرة من حالها يا ابو عبدو. لا عما ذكرتي ناسب ابو احمد؟ شو صاير بالدنيا؟ شو خلص واكابية الحارة؟ لك يا سيدي هذا اللي اسمه الحظ والنصيب. انا بقول انه هي غلطة من النسوان. وليش بقى؟ اسقرتي نفسه هو اللي موافق. غريبه والله، شلون هيك صار؟ يا سيدي ما قلنا لك هذا اللي اسمه الحظ. لك ليكون البنت حلوه ولك يا ابو قاسي؟ والله على قولة نسوان الحاره مو كتير زايده.
عمار شو بدك؟ ولك ما بيصير تحكي. انا معلم مو هون. واذا هاي انا هون. انت ما دخلك فيني. بعدين ما بتقدر تفسد علي. ايه انا اذا سالني ما بحكي له عنك شيء. عمار شو بدك؟ تلعب دحال؟ اعوذ بالله. انا من زمان ما عاد لعبت هاللعبه. الظاهر ما بتعرف تلعب. خد. وليش حاطهم كل واحدة بجيبه؟ مشان ما يطلع لهم صوت. شوف ضبون. هلا بيجي المعلم. اجرب حالك مما يجي. هاي راسي روب لشوف. بس مره واحده. مين شايفنا هلا؟ ايه رح اضرب وارجيك. والله ما كان حدا يغلبني بهاللعبه وانا صغير. حط راسك لقلك. ضرب لشوف. هلا دوري. حط راسك انت. ثابت. بإيش عم تفكر يا رجال؟ ما عاد حكيت لي شي. قلي شو يلي شاغله؟ عم فكر بهولاد الكلب يلي ما عادوا مروا، يلي ما عادوا عتبوا الحارة منوب. صار عم يجي غيرهم. ايه يا ولد روح من هون. تعال تلعب اطول فماني. ايه بلعب. يلا. لك شو رح تعمل ياسين؟ المعلم ما بيهون عليها. ما قال لك انت ما دخلك فيني؟ لا تخفي. بلعب شو عاد انت ويا ولد؟ لك ياسين هل اجتك الادمية؟ والله لا اهري جلدك عن عظمك. عمار فارش ليه وام فا امرك معلمي. سامحني معلمي. والله مرة يا الله والله ما ادعي لها يا معلمي. لك لك مرة. لك مين انت؟ سامحني والله ما ادعي لها. محسن معلمي سامحني معلمي. عمي اخر مرة ان شاء الله يا معلمي. لك على ابو حارة معلم. شرف زعيم. اهلين من مهلي. صحتين. ايه مختار. مور زعيم. مو صار لازم نطلع وجاهه لعند ابو احمد؟ نطلع وجاهه لعند ابو احمد؟ مو هيك الاصول مختار؟ تأمر. هيك الاصول ونص. انا من بكره بخبرك بريه الحاره وبنطلع له باحلى جاهه. هيك بدي اياك مختار. وابني اللي رح يتزوج. مزبوط. معناتها لازم تكون احلى جاهة. تأمر امر زعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا سيدي نياله هالأبو أحمد والله لا يطير عقله اليوم من الفرح. الله يهني الجميع. والله أنا بحب كل يوم يصير عرس. لك يا عيني عليك شو أبضاي. يا رب هيك وقت نطلع بشي جاهة لفرحتك يا رب. الله يعزك بشي. يا الله في حدا؟ دقيقة أبو ظاهر دقيقة. تفضل سيدي ما في حدا. شرف. الله. تفضل. شوفوا هذا هو البيت. هاي ارض الديار. شوفت عينها. وهذا هون المطبخ. شرف ما اذا بدك. يلا 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 معين. لحظه.
شو صار له لهالرجال. هذا هون الحرم لك شوفوا. والله وازع ماشي حاله. اه ايه سيدي شرف معي. تفضل يلا. يلا يلا في حدا؟ تفضل ما في حدا شرف. والله بده يبيع. هاي هذا هون السلم لك شوفوا شلون عجبك؟ ماشي الحال. يلا تفضل معي. هون في مربى قاعدين في الحريم بيطلع قد الحرم لك. ماشي الحال. شو في غيره؟ تفضل معي. شوف ابو احمد نحن لازم نستعجل شوي. عم افهم عليك انا بامرك. مسيك. شو هالزعيم؟ مسيك من ايدي. هذا نقد العروس. نقد العروس؟ انا كمان منك بدي نقد. انت كم معروف بدك تعمل معي زعيم؟ وكل الله ابو احمد. لا اله الا الله. دخيلك يا أم محمود. خير خير خير. دخيلك يا أم محمود. أبوك بده يبيع البيت يا فتحية. يا شو هالحكي؟ دخيل عيونك يا أم محمود. ما لنا غير محمود يحكي معه. ما في حدا غيره بيقدر يأثر عليه. إيه على عيني والله لقله. بس أنت هدي أعصابك يا أم ظاهر. يوه تفضلي تفضلي. لك اليوم نقل الزهاز. بس بده يكون زهاز ملوكي. ليش لا؟ هاي الزوازة العزو الجاه. ها اجو. إيه والله. تستعجل على الولاد. يلا يا رب. يلا انت جاهزه؟ ايه مثلا حبيبتي تفضل نشوف. يلا بسم الله.
يا الله يا الله يا رب. مو كبيرة مرت عمي؟ لا تقبريني مو كبيرة يا حنيني ظهرك، في أحلى من الصبي يجيكي لك فتحية. يلا حق مرت عمي. يلا بسم الله، خليكي هيك خليكي هيك يا مو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بتنالي مرادك ومطلوبك بجاه النبي محمد، بجاهك يا سيدنا الولي يا بطاح الجمل يا رب. بسم الله يا زعيم. انت بعدت رايي وي انا اجيت. كتر الله الف خيرك، يشهد الله كانه حمل كان على صدري شلته. أنا ما بعدت وراك لتشكرني، أنا بعدت وراك لنكمل الشغل. أمرك زعيم، أنا بخدامتك، أنت أمرني. حكيت شي من اللي اتفقنا عليه؟ أبداً زعيم، أبداً. عال هلأ رح بقلك جملة مفيدة، لا تسألني ليش بس أنت احفظها. أمرك زعيم، شو هي؟ طلعت عن شورو، وصلت؟ وصلت زعيم، كتر الله خيرك. يا عمي الظاهر، انت بتعرف قديش بتعز علي وربي شهيد علي، انا متضايق من ابقاسي مثلك واكثر منك كمان. بس شفت انه تفكر تبيع البيت وتهج مشانه، والله مو معقوله. لك انا ما بدي بيع البيت مشانه، بدي بيعه لاخلص من هالجيره المعته. مالك علي يمين، كرت الحارة كلها من تحت راس الزلمة. والله الحق بإيدك يا عمي، الحق بإيدك. لكن أبو قاسم شو بيهمه؟ ولا بيتأثر صدقني، بالعكس بتكون عم تفش قلبه. هاي الحقيقة عمي، هاي الحقيقة. بقى شو رأيك تعدل عن كل هالشغلة؟ مو أنا سهرة، اعتبرها من شاني. شانك محفوظ يا محمود، وانت أشهد بالله آدمي وبتفهم، وكل الله. لا إله إلا الله. محمود. مرحبا محمود. أهلين النبيل، شلونك؟ عال الحمد لله. بتعرفي محمود، أنا عاملة ليلية مشان ابني ياسين وعازمتك أنت وكنتك، بس أوعي تفشليني. لا أيوه، نجي أنا وكنتي، ليش لحتى ما نجي؟ الله يجعل كل أيامك فرح وسرور يا أم نبيل. الله يحفظك، لو تعرفي قديشني فرحانة بهالياسين، أكيد بده يطلع معلم بيرفع الرأس. إن شاء الله، والله فرحتيني. ليش صار ينجد شي؟ لا تقبريني، بس بيشمع الخيط، ولو تشوفي شو طاير عقله بهالشغلة، وقال معلمه كمان طاير عقله فيه. والله منيح، شلون عرفتي؟ هو قال لي. ها هو قال لي؟ إيه والله منيح، ملاك أبو ظاهر مبسوط منه كتير كتير كتير، قد ما قلتلك وقتها. بس مبارح رافقه فلقة على اجري. يو شو هالحكي؟ ايه والله لك، يلا معلش لك اختي، معلش لك، شلون بده يتعلم ويصير منجد؟ ايه اذا هيك معك حق، لازم تعملي مشانه ليلية. ما تشتغل منيح. هاي عم اشتغل. شباب تعبت. شو هاي؟ نقافة. هاي بسيط فيها عصافير هاي. ايه ضبها، ضبها قبل ما يجيني معلم ويعمل لك قتلة. ما رح يجيني معلم هلا. شايف انا قدي صيب؟ انت صيب انت؟ معلوم، فيك تصيب هديك الكيلة؟ شوف، انا فيني صيبها. لك، ما صبتها. ايه هات لشوف، انت طيب انت، هات حجر اشوف. هيك ها شفت؟ هلا دوري. هات الا اي Thank you.
مساء الخير سيدي. مساء الخيرات. يا الله يعطيك العافية يا حب. الله يعافيكي. خير سيدي؟ في شيء؟ إجا محمود لعندي اليوم وأنا بعرف مين بعته، بس على كل حال الله يرضى عليه حكى بالمعقول. يعني حضرتك وافقت معه؟ إيه، ما حبيت فشله. يا الله يخلي لنا ياك يا حق. رح أقوم أحضر لك العشاء. والله أنا لساتني متضايقة كتير يا رجال. وقال شو؟ عازميني على ليلية. لك ما حدا بيعرف شو في بهالقلب. ليلية؟ ايه. لازم تروحي. يا على الحكي. أنا أروح على الليلية. لك أبي كفيني يلي فيني. اسمعي يا بنت الحلال. أنا عم أقول روحي يعني روحي. ما بدك. يلا جاهزين؟ جاهزين معلمي. يلا مدوا ايديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوسط بي. بسم الله الرحمن الرحيم. لك ليش عم تتلفها؟ هلا ما تعلمت هاي بتحط عيونك بالاكل لما بتاكل. امرك معلمي. لك ليش عم تطلع صوت ولا؟ خلاص معلمي ما تطلع صوت. لك ليش عم تطلع فيكي؟ لك ليه انت بدي ضل على الماء؟ لك ما بصير تطلع بل عم ياكلوا. امرك معلمي. ما تاكل؟ شلون بدي اكل معلمي؟ قول مثل ما ناكل. لك ليش عم تطلع فيي؟ شلون اكل مثلك معلمي؟ لك ما قلت لك ما بصير تطلع بل عم ياكلوا؟ شو صرخ ما تاكل؟ شبعت معلمي. قل! شو ساوي؟ مين اللي بدي شاور؟ راح طق يا ناس راح طق. شو فيها اذا بعطيه محرمي؟ لا لا، بدي اخرب بيتي لحالي. ما بدي اتقلع وصير علكة بتم الناس. يا ربي شو اعمل؟ يا ويلك شو دهرية يا أم عبدو، تاريكة قوية وأنا مالي عرفانة. لهلأ لا حس ولا أنس. بس أنا نزيهة يا أم عبدو، ولك أنا بورجيكي. فوت عمي فوت فوت عمي، محل محلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك شو اخوة افوت؟ اطلع بدي احلق لك ببلاش ببلاش. الشغلة ما بدها تضيع وقت.
يا رب. ها انا بحب الدراويش. ايش دي قصة ولا اشي؟ اشي. خلي قصة بنتعلم فيك منيح. لك الزلمة عم يقول لك اشي. امرك معلم اشي اشي يا رب. يسلم لي هالدقن الطرية بجاه ستنا رقية وبجاه العمارة البرانية وجوانية. بسم الله. ايه ما رغيت له صابون منيح للزبون. هو دقنه ناعمة. هذا قني خشنة. ناعمة يعني ناعمة. انا اعمل لك ناعمة صدقني. دير حناكك. اي هات شبه ديبو. خير نزيها؟ شوفي ليش هيك فايتة مثل الحرامية؟ يا ليش هيك عم تحكي؟ ما في شي الله يسامحك. أنا قلي شغل بالمطبخ هون. شايفة وين ما عم اروح وين ما عم اجي عم يطلع عليك شغل. إيه لا قدرتي لا تزعلي الله يخليكي. بدك تدغري مع عبدو؟ أنا وين ما بتروحي بحب كون معك. ليش بقى؟ مو مشان شي، لأني بحبك. يا سعد أحشات الذكر. يا الله يوفي عليم الله النسوان طار عقلهم بالعروس. حيا جماعة أوادم يا مختار. معلوم جماعة درويش على قد حالون. كلام صحيح والبنت والله ما بها شي، لكن شو بدي أقول لك، كل إنسان بيا الدنيا وإله أعلى. شلون زعيم؟ الظاهرة الأعلين ما رح يتطابقوا. لا يا ابن الحلال شو هالحكي؟ قول غير الكلام زعيم. هيك الظاهر. لا تأخذني بيا كلمة. الحريم ما شافوها للبنت وعجبته؟ صح هالكلام، لكن الحريم ما بيعرفوا إذا كانوا هالأعلين رح يتطابقوا ولا لا. والله غريبة يا شغلة، إذا من هلأ ظهر هيك شي بكرة شلون بالمستقبل؟ ما في مستقبل، البنت طلعت عن شهوره. الحمد لله رب العالمين. هدي هدول شيلي ليهم بالصندوق الصغير. سيدي في شغلة بدي اقول لك عليها بس خايفة. خير شو في؟ سيدي الدغري انا شفت المحرم الزهر مع عبده. هذي محرم الزهر؟ المحرم اللي كنتوا عم تدوروا عليه وما لقيتوها. يو اللي فيها شوارق محمود. شو ها شو الحكي؟ والله يا سيدي. لك وينها؟ شفتها مع عم عبده. ليش وين حاطط طعم عبده؟ مخبيتها سيدي. شو مخبيتها؟ وين حاططها؟ سيدي سيدي اذا انكرت خليها تحلف على المصحف. ليش انا سائل عنك ولا عنها؟ المحرم الزهر بذاتها ما غيرها. هي بذاتها ما غيرها بس مدري ليش مخبيتها سيدي. العمى العمى. جاي يومك يا ام عبدو، يوم يومك. فوتي قدامي ولا فوتي قدامي فوتي قدامي لشوف وين المحرمه. انا محرمه سيدي. شوفي لا تغشمي حالك، هلا بدك تعصيها مثل ما الله خلق. بدك تطلعيها. منين بدي طالع سيدي؟ مو معي مشان الله اتركني سيدي. لك شو اتركك؟ وين المحرمة الزهر؟ مو معي سيدي، منين بدي اجيبها انا؟ انت طاهرة ولا لا ولا؟ طاهرة سيدي طاهرة. هذا شو هاد؟ هذا مصحف سيدي. ايوه فتح عيونك وعرفي هلا شو رح تعملي. شو رح اعمل سيدي؟ رح تحلفي هلا على المصحف غصبا عنك. ما بقدر سيدي، بوس ايديك ورجليك اتركني سيدي. تعي لهون. شو تركك؟ بدي اسالك سؤال واذا ما عجبني الجواب بدك تحلفي على المصحف غصبا عنك.
شو هو السؤال سيدي؟ المحرم الزهر؟ المحرم الزهر ما غيرها معك ولا ما معك؟ احكي بسرعة، اليوم يومك، والله بحسب الله ما خلقك، احكي اوام. شو بدي احكي سيدي، شو بدي احكي؟ مو معي، اتركني مشان الله بوس ايدك سيدي. ها شفتي شلون؟ معناتها المحرمة معك. مو معي سيدي يا ربي، من النعلات العلالة يا ربي، شو هالوعى، رح اموت من هالقصة، انا رح اموت. ها شفتي شو القصة؟ اذا المحرمة مو معك بدك تعرفي على المصحف هلا غصب عني. ما بقدر سيدي، ما بقدر، ما بقدر. معناتها المحرمة معك؟ هلا تأكدت 100% انها معك؟ هلا تأكدت 100% انها معك؟ يا ويلك من ظلام ليلك، ولك احكي وينها؟ بوسيدك. اه بوسيدك لا تضربني، انا حبل سيدي، ابنك ببطني سيدي. المحرمة وينها؟ مو معي سيدي، مو معي. ولك وينها؟ مو معي سيدي. وينها؟ مو معي. احكي. ولي معي، معي سيدي، معي معي معي. هلا بدك طالعية، ولا طالعية. راح طالع. صح صح، هدول هن، هدول هن اللي بذاتهم شوارب محمود. الله لا يوفقك. بوس ايدك تسامحني. انا سامحك والله، لا خرب بيتك والله. والله لقيتهم صدفه. كذابه وليه؟ لو كنت لقيتي وصلتي كنت اعطيتيني اياهم. لك انا محروق دمي كل هالمده وانت مخبيتيهم. لك انت عدوه، انت انت عدوه. تعال هون، تعال هون، تعال من الاوضه. تعال لا تورجيني وشك، تعال طلع بوشي. والله لازم لك طول حياتك. ولك لا انت برتي ولا انا بعرفك. اهلك تورجيني وشك. يخرب بيتها، يخرب بيتها. شفت سيدي؟ ما قلت لك ان المحرمة معها؟ والله خربيت على العملة، والله لا دفعت ثمن والله. شفت مين اللي داير على مصلحتك سيدي؟ انا اول ما شفت المحرمة معها قلت لحالي لازم اقول لك. خدمتيني خدمة ما بتنتسى، ولك نزيهة، كتر خيرك. خير الله سيدي، ولو هذا واجبي. بس الله يسامحها الام عبده، قليل شو حصنا ورصنا مشان المحرمة وهي مخبيتها. شايفة بالله؟ لك في عدوة بتعمل هيك عملة؟ هي عدوتي هي. انت ليش عم تلبس سيدي؟ رايح لعند المختار، بدي ورجي اهل الحارة كلهم. اما شوارب الزلمة هدول. والله معك حق يا سيدي، خصوصا انه حقهم مو قليل. ايه والله دافع حقهم من دم قلبي. مبسوط مني سيدي هيك؟ كتير كتير حبيبة قلبي انتي. يسلم قلبك يا حق، الله يخليه اياك. مع السلامة، تقبرني. مساء الخير ابو عبدو. مساء الخير ابو خالد. وين بلاقي المختار هلا؟ خير، كله خير، كله خير. في شغله مهمه بدي اقول له اياها. لهالدرجه مهمه؟ ايه والله كثير كثير. والله شغلت بالي يا زلمه، احكي. لقينا شوارب محمود. شو هاد؟ ايه والله مثل ما عملتك. الحمد لله. سلام سلام عليكم يا رجال. خير، مسهلين ابو عبدو. شرف يا ابي، تفضل. وينك انت يا مختار؟ عم دور عليك. خير ان شاء الله ابو عبدو، امور الامانه الضايعه لقيناها. شوارب محمود هن اللي بذاتهم. ها شوف شوف. والله شو الحكي؟ ايه والله مثل ما عملناك. الله حلاهم. التقوا؟ والله غريب يا الشغلة يا ابو عبدو، شلون هيك التقوا بعد كل المدة؟ لقيناه لانه هالذهبات مال حلال، ومال الحلال بعمره ما بيضيع. وشلون لقيتون؟ لقيناهن على السيفة. على السيفة؟ ايه خلاصة المهم لقيناهن. ايه؟ ان شاء الله يكونوا هنين. لا هالمرة هدول هنين بذاتهن. اوعك فكر بشي تاني. ها ورجيني يا ولا شو؟ ها تفضل شوفهن. ايه بس هدول
مين بده يعرف شو هنين؟ شو الحكي مختار؟ شو يعرفوا ما يعرفون؟ عم أقول لك هدول هنين. إيه؟ إن شاء الله يطلعوا هنين. إيه لسه في اللي إنه مو هنين. ليش أكلت مختار؟ لا يا ابن الحلال. ليك أنا أبو عبده. شو جاي يتملك ولا أكذب عليك؟ إحنا ما قلنا هيك. على كل حال بكرة بيطلع النهار وبيشوفوهن. لسه بدي يستنى ليطلع النهار؟ ما بدهم يشوفوهن؟ ولا بدك يعني يجمع أهل الحارة بنص الليل؟ ماشي الحال. نستنى لبكرة. إن شاء الله يطلعوا هنين. ليك درتي يعني ما تواخذيني بهالكلمة، مو لازم تاخذي غراضك من الأوضة بقى. والله أنا مشانك عم بحكي، بتعرفي إنه الأفندي ما عاد يقدر يشوفك هوني. يا أم عبدو، حدا بيعمل عملتك هلا هيك؟ بدك تصيري تنامي مع بناتك طول عمرك. هلا اذا بحكي لك ما راح تصدقيني. والله يا ام عبدو انا زعلت عليكي كوم عيات عليم الله. امبارحه بالليل انا بكيت، ايه بس كنت لحالي يعني ما حدا شافني. كتر خيرك. خيرك يا اختي، الرجال لما بيزعل لا بيقدر لا حبله ولا غير حبله. هلا انت شو بدك مني؟ يو عم بحكي معي. ما بدي لا تحكي معي. هيك لك خلاص، ما عاد خيط لحدا. روحوا عني. يا اسمعوا يا جماعة، هذا الموضوع مهم كتير. ابو عبدو عم بيقول انه هدول هنين شعرات شوارب محمود الحقيقيين. ايه نعم، هدول هن شعرات شوارب الحقيقيين. أنا كنت متصور إنكم تفرحوا لهالخبرية. عليم الله فرحت من جوات قلبي لما لقيتهم. هل أنت مالك فرحان محمود؟ إيه ما خليت لنا حكي يا أبو عبدو. هاتوا لنفحصوا. شرف بفحصوا سيدي. حصن وعلى كيفك جيبوها على مهلك. هات لشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كون شوفوا محمود. والله هدول هن ديبو، هدول هن بذاتهم، هن ما غيرهم. الله يكتر ألف خيرك يا أبو عبدو. عملت معي معروف من قبل وهلأ عملت معي معروف أكبر وأكبر. طول بالك محمود، طول بالك لنفحصهم. ما بده فحص يا ديبو، هدول هن. هدول هن. اهدى محمود اهدى، شو صار لك؟ خلي الرجال يفحصهم منيح. ليك بختار شو القصة؟ لا تزعل مني يا أبو عبدو، هذا الموضوع مو سهل أبدا. ها يا سيدي، هدول هنين. عظيم، ألف مبروك محمود. الله يبارك فيك يا مختار، الله يكتر ألف خيرك يا أبو عبدو. هادي بقى طول بالك، طول بالك. ليش؟ هدول أماني وبيضلوا معي، شلون بدك تأخذون هيك؟ ليش حتى ما أخذهم يا أبو عبدو؟ مو شواربي هدول؟ على عيني وراسي، بس أنا أبسلمك ياهون إلا باجتماع العضوات. ليش أخي؟ هاي نحن شهود عليه. لا حبيبي، اجتماع العضوات حكم علي، ولا الشغلة تابعة له، غير هيك ما بعرف. مزبوط هالحكي ولا لا؟ مزبوط، انت حرب عبدو، المهم التقوا شعرات الشوارب وخلصنا من نصها. مبروك يا محمود، الف مبروك. هو الحقيقه في بتمي كلمه بدي اقولها، يعني رجوليتك كانت ناقصه وهلا كمليت. اي والله مزبوط. نهارك عربي بالصلاة على النبي زعيم. الف صلاة عليه. خير؟ طلعت الامانه هي بذاتها. يعني هالمرة تمام؟ بالمية مية، وكلياتنا فرحنا لمحمود. ماشي. بس أبو عبدو بده الشغلة رسمية قال، وما رضي يسلمنا إياها. الظاهر عنده كلام. هيك حزري. شو عليه؟ حقه. جماعة العضوات لشوف. تأمر أمر زعيم. والله فرحتني كتير سيدي، ربي يفرح قلبك طول عمرك. ويا ترى ابو عبده شو بده يعمل يا مو؟ يعمل اللي بده يامي، على كل حال كتر الف خير الزلمه. والله انا ياما سمعوني كلام سيدي. ماشي الحال. ايه يا رجال، اول شيء بنقول له لمحمود مبروك. ايه والله الف مبروك محمود. مبروك يا محمود، الله يبارك فيكم جميعا. كتر الف خيركم، فضلتوا. يا اخي ابو عبده، انت جاي تسلم الامانه لمحمود باجتماع العضوات،
هاي هلا نحن مجتمعين شرف سلموا ياها. انا جاهز بس كلكم بتعرفوا انه انا رجال اللي مصاري على الزلمه مقابل هالامانه 15 دهبه صح؟ صح وما حدا قال شيء، هذا حقه واكيد رح يوصلها. اها اعطوني حقي. حقك محفوظ عمي، والله محفوظ، بس يعني لازم تستنى علي. اوف لك شلون بدك يعني اعطيك اياها هون؟ شو قصدك يعني يا ابو عبدو؟ مبينه هالمصاري مقابل هالامانه، سلم واستلم. على كل حال هلا الموضوع بين ايدين الكل، واللي بتفصلوه وانا بلبسوه. شو جوابك محمود؟ قال لي بتأمره زعيم انا جاهز، بس يعني بصراحه انا ما صدقت انت لقيناهن الشعرات، بدنا نرد نرجع نخبيهن ولا كلهم هون. شو قول الرجال؟ والله انا برايي يا ابو الصيف هذا الموضوع حساس كثير، واحسن شيء نرجع نمشي فيه على ما بنى عليه بالاول. الامانه ما بين المصاري، هذا هو العدل. لا يا جماعه مو بس هذا العدل، هاي مشكله وبدنا نلاقي طريقه نحلها، ولا بدكم يانا نستنى سنه على صار وما صار؟ اوف لسه بدي استنى كمان. طيب شو رايك انت يا ابو عبدو، شو في لحل؟ لازم نلاقي لنا طريقه نضمن فيها رجوع المصاري بدون هالامانه. شلون بقى؟ مو معقول الحكي يا جماعه، الزلمه بده يضمن حقه. اذا بدكم تاخذوهن اعطوني حقي، انا هذا اللي بفهمه. طول بالك ابو عبدو عم نحكي. بختار الشغله ما لغير هالحل، انا ما بسلم هالامانه الا بالمصاري. رايحة رايحة رايحة.